الشيخ الدكتور عبد اللطيف فهمي رئيس ديوان الوقف السني. شنو السؤال؟ اريد اول شيء تعليقك. رئيس ديوان الوقف السني. الموضوع الوقف والاوقاف في صورة عامة موضوع حساس. منصب حكومي هو. بالتالي هو موظف. موظف لدى الدولة. فموظف لدى الدولة يعني موظف. حلو. يخدم من؟ يخدم المواطن. حلو. فهو منصب حكومي. حكينا عن المبالغة احيانا بالاستهداف. واحيانا المراقبين يلاحظون انه احمد البشير يتناول شخصية ضمن اطار البرنامج، واحيانا يتناول شخصية وفق قناعاته ورؤيا الشخصية. فالدكتور عبد اللطيف الهميم البعض يتحدث على انك مستهدفه شخصيا. لو كنت مستهدفه شخصيا، لو كانت عندي شخص انا بالبرنامج ما كان استهدفت او ما كان انتقدت عبد اللطيف الهميم، لانه قرايبنا. يعني اكو فد علاقه اقرباء بيننا وبينه. قرايبك؟ فلو اي فلو عندي شخص ساطوري اي من النسوان يعني. حلو. لو اكو شخص انا بالبرنامج ما اعتقد واحد راح ينتقد واحد من قرايب من بعيد. لو قرايب لا قرايب حتى علاقتنا بهم يعني عائليه. فلو اكو شخص انا بالبرنامج ما كان يعني ما كان انتقدت.